حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من دراما بحرينية، لنواصل من خلالها الحديث حول الدراما البحرينية. أهلا بكم. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى العام 1988، حيث عاودت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنتاج النسخة الثانية من مسلسل سوالف أم هلال كما بينا في حلقة سابقة كمسابقة رمضانية. غير أن الجديد في حلقات هذه العام، إضافة إلى شخصيات رئيسية أخرى لطاقم الممثلين، تمت إضافتهم إلى الشخصيات اللي تعودنا على رؤيتها، وهما شخصيتي بوردة اللي مثلها إبراهيم البنقي، وأبو عزوز وأداها الفنان سعد البعينين. أما موضوع الحلقات فهو عن الأمثال الشعبية، كتبها الأستاذ عيسى الحمر وأخرجها محي الدين جلال. عيل ما دام تعرف كذي شلون تأخذ من عنده الأجار؟ هالسيائير اللي تارسين الشوارع دي كلها ما يقول لهم قراج يصلحهم ويخليهم يمشون؟ تعالي والله صد إن الساحر عارف له. اي نعم صدق انه عارف لكم ما عليك. شوف عاد نعم انا ابى اطلعها من الجراج، اطلعها باي طريق، اي طريق اطلعها. راح ما تقدر تطلعها حتى تقلقص عليك. انا ما اقدر اطلعها. هي يا ابو عزوز، ان ما طلعت من الجراج انا مو بورد. تعال عيني ما تعال يا استاذ، انا بسالك ابوي ولدي هلال ايش سالفته؟ يعني انا ما اشوفكم انتوا لعبتوا ولا اركض مع اللاعبين ولا شوت ولا شيء، شو السالفه يعني؟ ليش موقف هناك ورا الجول ولقطك ورا وينقل لكم؟ شو السالفه ورا يما ما لعبتوا؟ بيلعب هلال ولدي كوافك. هذه انا نسيتني اللي يبك ورا الجول. ايه ولدنا هذا الشخص مسكروك. ايش فيه؟ ايش فيه؟ قال لي فيه وش. وش؟ شفت تلفزيون في وش. وش ماذا؟ وش الحلقة عبارة عن شنو؟ كان محمد بطي فنان بحريني كان يعني يدعي في الحلقة أنه هو إنسان غني وأنه بيساعدهم بيسوي لهم ونصب عليهم، ففي نهاية الحلقة يصيدونه يجيبونه عندنا عشان بينتقمون منه. اللي صار ان محمد صار في الوسط، ابراهيم وسعد صاروا على الجانبين وكانوا يعني حاطين العقال في رقبته، كل واحد فيهم يحذفه على الثاني. يعني يوم شفت انزغد الريال زغدوه وطاحوا فيه، انا ما قدرت، كان لي كلمه المفروض اقولها، انا ما قدرت اتمالك نفسي، ضحك شفيقة شافتني وضحكت. وأنا وسلوى ندش الحجرة نضحك ونطلع نحاول نكون يعني في المشهد. قص عليني. نعم. مبارك. مبارك ايش فيك يا مبارك؟ ايش في بعد؟ طلع كذاب من 60 كذاب. اي نعم. عازم الفريج كلهم. ويوم رحت انا حق المعاريس اطردوني. نعم توني انا توني قايل حق اللي واقفين على الباب السلام عليكم، ما وعيت لك فيفي من الصوب ومن الصوب، ولا وعيت نفسي ام مرزوق الا انا اتدربه، ما وعيت الا على ضربه بريك. قوموا تقوموا من حب رب هذا، قوموا تقوموا فيه. انت صبروا عاد، انت صبروا على امركم، هون امركم اعرفه هذا مبارك من صغارته هلوتي اعرفه. انت قوموا حطوا فيه، قوموا طقوا فيه، قوموا طق فيه.
انتم بروحكم ذبحتوا؟ وش فيك يا مبارك؟ حكي قول ايش عندك؟ عطني جاسخة تكلم. الله يرحم جاسم ويرحم محمد عواد، كانوا موجودين. المشهد انه عباره عن ابوي محمد عواد مريض، سلوى اللي هي امي يعني قاعده تحاول تشوف له حل ايش تسوي، وانا والباز قاعدين، وهو محمد عواد من ضمن يعني انه هو يهلوس، فكان نوع ما يسوي كذي. اللي يقول لها جاسم وي قام يبنبع، اقول لها ودي الدكتور يما ودي الدكتور، لا تقول، يقول لي اي دكتور يبي له بيطري، لا تقول الباز كيف اسخله وطقها بضحك. اخترب المشهد، هي تقول له وي كيف اسخله وتسدح لجهه، ليش تسدين ترى الشاشه خلاص خذتك الكاميرا. شلون تخلون سعب ورد يسوي في كذي؟ ايش فهمه اصلا في هالمسائل هو؟ انا قلت لهم يا سلوى لكم ما سمعوا كلامي. من هذا عندنا سلوى، يبا سلوى بنتك والبوز. يبا انا سلوى بنتك. بلوى يما خلينا نودي المستشفى، ما يصير نخليه كذي. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. قام يبقبق وقام يسوي قام يبنبع، نوديه المستشفى البيطري أحسن. يا البوز، أي بيطري بعد أنت؟ عفو عليك يا البوز، كيف اسخلت ودي البيطري؟ أنا يعني مع الله يذكر ملائكته بالخير مع أستاذ محي الدين جلال، يعني كان هو مقتنع مني، الظاهر في أحد قايل له عني، قايل له ترى هي هاللون طريقتها ونمط حياتها كذي، طريقة كلامها أسلوبها هي هاللون تعاملها كذي، فالظاهر أنه معطينا خلفية عني. فلما أقول الشاي في بعض الجمل هو يستغرب مو بفهمها، يوقف كذي لحظة لو سمحتي دي اللي قلتيها تتماشى مع اللي قلت لها اي نعم، لو ما تتماشى يا أستاذ محي انت شو ما قالتها وعلي ويمشي. وفي هذا العام أيضا تم إنتاج واحد من أفضل الأعمال الدرامية البحرينية، وهي ثلاثية العين من تأليف الأستاذ راشد الجودر ومن إخراج المخرج البحريني بسام الذوادي، ويعتبر هذا العمل هو أول عمل درامي من إخراج بسام الذوادي وأول عمل متكامل بحرفية. أما مضمون العمل فهو عن قرية تعيش في أمن ومحبة وتعتمد على عين للماء في احتياجاتها. يدخل هذه القرية إبليس في هيئة إنسان ليقلب رغد العيش فيها إلى تناحر وخصومة بعد أن تنهدم العين، حيث يسعى أصحاب القلوب المريضة إلى استغلال هذا الحدث لمصلحتهم الشخصية. العمل كان جيد ويحسب للدراما التلفزيونية البحرينية كأحد الأعمال المتميزة نصاً وأداءً وإخراجاً. شارك في أداء الشخصيات معظم ممثلي البحرين وهم عبد الله ملك، إبراهيم خلفان، سعد البعينين، سعد الجزاف، جاسم شريدة، محمد عواد، محمد ياسين، محمد البهدهي، حسن الواوي، محمود الملة، عبد الله السعداوي، لطيفة مجرين، سالم سلطان، بدرية إبراهيم، والكثير الكثير من الأسماء. مثل ما بينا معظم فنانين البحرين شاركوا في هذا العمل. كانت الفرحة لما تدخل بيت من البيوت، كنا نلقاها بعد شوي في كل بيت. وكان الحزن إذا لمس قلب واحد منه، كنا نلقاها بعد شوي في كل قلوب. هذه كلها راح مع العين. يا جماعة الخير، هذا اللي صار ترى ما صار مني والطريق، أكيد في يد غريبة تدخلت واستغلت حاجة الناس للماي وشعلت الفتنة. يا جماعة الخير، هل اللي صار هذه ينبهنا للخطر اللي يحيط بنا، وواجبنا الحين ان احنا نسرع نحفر العين ونبنيها،
وهذه اللي انا قررت اسوي بعون الله ان شاء الله. وشنو اللي قررت تسويه يا ابو صالح؟ احفر العين وابنيها. لا لا يا ابو صالح لا، العين ما حد بيحفرها وبيبنيها غيري انا، فهمت؟ وورا ما ابنيها انا. ليش يا ابو صالح ليش؟ ليش انت اللي تبني العين؟ ورا ما حد عنده فلوس الا انت. صلوا على النبي يا جماعه، الله يهداكم، ايش بلاكم انتوا؟ انتوا اهل وعيال فريج واحد. العين يا عايشه محتاجه قبل كل شيء الى ابو صالح نفسه ولا غيره من النواخذه، يرفعون بيد واحده السخين ويضربون ضربه واحده، وعقبها تعالي تفرجي يا عايشه شوف الناس ايش بيقدرون يسوون. سلمان، عيون سلمان، الكلام اللي قاعد تقوله دي حلم ولا حقيقه؟ حلم، بس بعد ايام بيصير حقيقه. ما كتبها راشد من اجل الدراما، وانما كان هناك نوع من الطلب. في سنة 88 سيعقد اجتماع القمة لدول مجلس التعاون في البحرين، لذلك هي ثلاثية للثلاث أيام لمؤتمر القمة اللي بيصير في البحرين. نعم، وبالتالي أعتقد أن حتى الدكتورة هالة وقتها والأستاذ طارق المؤيد الله يرحمه وقتها أظن وزعوها على القادة وعطوا القادة هذه، لأن هي أساساً العين تحكي عن ستة قادة اللي هم نفس قادة دول الخليج، والعين هي الخليج وكيفية حماية هذا الخليج بالتعاون بينهم وبين بعض. وإبراهيم خلفان كان يمثل، وعبد الله ملك يمثلون الشعب، شعب الخليج بشكل عام. فكان في هناك توجه نوعا ما لهذه الدراما. بس باعتقادي أنه هذا العمل أول مرة يعني أخذ شخصية متكاملة، يعني من الألف إلى الياء، شخصية متكاملة مدروسة كتبها راشد الجودر بعناية وبطريقة أعتقد أنها كانت جميلة. وأعتقد أنها شخصية اسمها سبيل، شخصية سبيل السقاي، هذه الشخصية يعني أعطتني أنا يعني في روحي أن ترى يعني أعطتني شيء نوع مثل ما تقول يعني عززت داخل شخصيتي داخل نفسي معنى التعاون، معنى انك انت شلون تضحي من اجل الاخرين، شلون انك انت تحافظ. يعني هو الرمز العين كان رمز، او البير هذه كان رمز، او ايا كان رمز، هذه على اساس انك انت ايش كثر تقدر تحافظ. لو تخيلت ان ذي فريج منطقه مؤسسه اي شيء تتخيله، هذه انت شلون تقدر تحافظ عليه، انت شلون تكافح حق الناس اللي هي لها اهميه انها هي تحافظ على هذه الجليب او البير او العين او ايا كان. فالعين ما كان هذا كله يعني مقارنه بالاعمال الثانيه ان نعتبرها يعني نقطة انعطاف التلفزيون، مثل ما قلت لك اختلاف في الموضوع، اختلاف في الإخراج بالنسبة حق بسام اللي هو كان دارس، وهذه يمكن نقطة للآخرين اللي اشتغلوا في الإخراج قبل بسام ما كانوا دارسين الإخراج بشكل أكاديمي يعني، إضافة إلى أداء الممثلين المتميز اللي كان والديكور الجميل اللي صار، فكل العوامل ذي عطت حق العين تميز مقارنة بالأعمال الثانية. ننتقل معاكم مشاهدين إلى عمل درامي آخر هو أيضا من الأعمال الجيدة والمتكاملة نصا وأداء وإخراجا، أنتجت مؤسسة خاصة هي مؤسسة آفاق للإنتاج والتوزيع الفني في نفس هذه السنة، وهي عبارة عن سهرة عن قصة للأديب البحريني محمد عبد الملك باسم موت صاحب العربة، وتم تسمية السهرة بالعربة، وهي حكاية عن حمال بضائع أخرس يعمل على عربته طول يومه ويكسب قوته من هذا العمل، ولا بنت متزوجة من شخص مغرور ويتضايق حين زيارة الأب البسيط لابنته وهو يتجنب زيارتهم لمعرفته بشعور زوج ابنته نحوه، أي الأب نحس بمعاناته أكثر حين يتم طرده من مسكن المستأجر، وفي نفس الوقت تسافر بنته الوحيدة برفقة زوجها للإقامة في الكويت، فيشعر بوحدة قاتلة
لا يستطيع أن يعبر عنها، كونه أخرس ويحس بفراغ في حياته وليس هناك يعني ما يعيش من أجله. كتب السيناريو لهذه السهرة الأستاذ أمين صالح، وقام بأداء شخصياته إبراهيم البنقي، أحلام محمد، عبدالله يوسف، فاطمة الدوسري، إبراهيم الغانم، حسن الواوي، صقر سعد، طفول حداد، صلاح جناحي، والكثير من الأسماء. أما الإخراج فكان للفنان عبدالله يوسف. واحدة منا صارت محتارة، كل يوم يطلعون كلام جديد عن أكل الأطفال. آخر شيء سمعناه يقولون إن التفاح والخضرة والبيض فيها مبيدات ومواد كيماوية تسبب السرطان وغيره. إيش باقي نعطي عيالنا؟ كل شيء صرنا خايفين منه، مو بس الأكل، حتى ألعاب الأطفال يقولون إنها تسبب الحساسية والتسمم. هشام مينني صاير شيطان وعنيد. هذه ابو هشام وصل. هلا هلا هلا. شلونك؟ كان في قصة كاتبها محمد عبد الملك اسمها العربة، وعبد الله يوسف سوى لها سيناريو واشتغل على اخراجه. كانت حلقة واحدة سهرة يعني، وكان دور البنقي إبراهيم البنقي فيها دور الانسان بعد الشعب الشذي اللي عنده العربة يجرها في يعني حمال يشتغل، وايضا نجاد دوره كان ممتاز في الدور اللي اداه. هذه كنا لا نؤمن بالديكور أو ما نعرف الديكور التلفزيوني، نطلع نبحث عن المواقع الحقيقية ونصور فيها. يعني أنا بالسيارة قدام وكل الشباب المصورين الإضاءة وراي بسياراتهم عشان أوديهم الموقع. وكانوا يعني شعلة من النشاط والحب والتعاون المتضافر المتداخل في إنجاز ما نود إنجازه، وهذه يشكرون عليه ويحسب لهم تماما. سهرة العربة المخضرم، بطولة المخضرم الفنان القدير عمي العزيز الغالي إبراهيم البنقي، واعتقد الإخراج كان حق الفنان القدير عبد الله يوسف. سهرة ولا أروع. احنا يعني كنا في ذيك الفترة متعلمين على يعني استاذ إبراهيم البنقي انه هو نمبر 1 في المسرح وفي الكوميديا، وين في ذي السهرة فاجأنا بأداء يختلف تماماً عن أدائه في المسرح والأدوار الكوميدية اللي كان يأخذها، فمو غريبة عليه، فنان يعني فنان مخضرة مثل ما قلت لك. مشاهدينا وصلنا للختام، نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله. يا ريح الثوم في الأسفار أحسها بشرار.